ما تحمل عليك شيء. والله ما تحمل. لكن طبيعة الإنسان سبحان الله، بعضهم يصفط المواقف. حنا تقول أنت خابر العباد اللي يجون العصر. إيه. اللي لا مو بالعصر حتى الصبح. دلع عويدي كلها. دلع عويدي كلها ويا الله يسولفوا. يهرجوا. ربي تشفيك. الله يشفيك يا سلطان. يوك. لكن الجو اليوم. العرس متى يا سلطان؟ لا يسر الله. لا صدق هذا محدد. لا والله بس. يعني في خاطرك متى بعد كم؟ والله لا يسر الله يا عبد. بالله صدق. الله يسر. والله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ندري. تراهم يعني يقول يقال إنها آخر هموم الحياة. العرس. العرس. شلون آخر هموم الحياة وهو شو اسمه؟ حياة جديدة يا أحمد. بس شو المشكلة؟ والله العظيم عاد تني اشوف انتاجك. اسمع انتاجك عيالنا عيالك الله رزقنا الذريه عصبين رؤوسهم عصبين رؤوسهم طعم دب دب اربعه منا عن اربع قبايل ويوم شوف رؤوسهم كلاوي يوم يجيك الواحد راسه هذا كبره يعني ما ادري ايش المشكله. صدق والله ترى عيالي انا بيجون شوف بيجون حلوين زين وكيوت ام حق حلا ايه ويجيك الواحد طال عمرك راسه حق شر ويت عرفت كيف؟ لكن انت اعوذ بالله اعوذ بالله منك يا عيالك عيالك ما اخطيت عليك حتى عيالي عيالي الله اكبر حاذفهم الحين ما جاك شيء الله يجيبهم يا ولد سبحان الله انا صدق والله اني بهرج في موضوع من زمان بتكلم فيه موضوع المقارنه تدري وش نكب الام هذي والله اني اقول صادق المقارنه يعني مثلا اقول ليه احمد عندك كذا وانا ما عندي لازم تسوي زي فلان زي فلان خاصة في الأمور العائلية والأمور زي مثلا لو تشوف مشهور الحين تشوفه سعيد وكذا تحس إنك تمنى حياته أنت ما تدري إيش حياته الثاني يمكن في ضيم وعنده مشاكل وعنده فقد وعنده مرض وعنده شيء يصيبه بينه وبين نفسه يقول أغلب المشاكل الزوجية في عهدنا الحالي من المقارنة تدري ليه؟ رجال يتكلم مثلا مع رجال ولا مرة تتكلم مع مرة يصير يقارن بين حياته وحياة ذاك ولا حياته وحياة ذيك فتصير خلاص تبدأ المشاكل ليه أنا مهم مثل فلان ولا ليه أنا ماني مثل فلان عرفت هذا يجيها وهذا يجي وكلها بعد أغلبها من الجوال لا شاف تصوير ولا شيء نكبها نكب الحياة المفروض الواحد يقنع بما عنده ولا ينظر بما عند الناس عين القناعة 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 يا أبو عبد الله تكون بين الشخصين أنا ما عندي التجارب لكني كان عندي نظرة وأنت عارف وأنا أتكلم عن النظرة إيه؟ بعد إيه القناعة طال عمرك تكون من الطرفين مهما يكون يا أخوي خلينا نتكلم فيها الأولين 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 الرجال الأولين وأمت زوجي والله يا الرجال ما عنده ما اللي يوكله صح من يقف معه حتى لو انهم في حاجه الشهاده تقول يا ولد يلا انت تسكت تسكت بس الحين يوك عبد المعين عبد المعين بن ثعلي شاعر من الحجاز يقول صار عليه حادث وتعب وجاه مثل يقول ابطيت في العنايه يقول لا طلعت صرت انسى بعض الشيء يقول صارت امرتي تخاف علي يقول ايش علمي بها؟ يقول تداريني ولا تبى تبين لي انها تخاف علي. يقول صرت لا رحت المسجد. المسجد. يقول لا وصلت المسجد حسيت اللي هي تعاني فيه. يقول احنا في مزارع ساكنين. يقول تخاف اني اتوه واطيح في بير ولا في شبك ولا تخليني. يا ويلي هذا يقول لا طلعت من المسجد، لا طلعت من المسجد. اسمها سارة. يقول لا طلعت من المسجد. يقول لين اشوفها متخبية. يقول اسوي نفسي ما شفتها واروح البيت يقول هي وراء. يقوم جاء المكابر اخر الايام ايه يقوم جاء اخر الايام ويجيها مرض يجيها سرطان الله يا منه ايش في مرضى المسلمين حيه يا حيه لا ماتت يقول يحولونها للرياض يقول بهم يوم اخذت معها كم يوم جاني الدكتور قال المراه بتموت ما عاد لها الا يوم ولا يومين طبعا ابطى معها في الرياض وعيالها في البيت بدير وبنتين او ولدين وبنت حاجه زي كذا بدير ولد صغير يقول عندنا غنم يقول علمي بالحلال عندنا والله مدي قال 50 ولا 60 يقول المهم قالت لي سارة يا
عبد المعين راح شوف عيالك في الديره وشلونهم قاضي وغيبت، يقول تغيب وتصحى يا ربي ترحم. ايه يقول يوم طالعت يقول غيبت مره، يقول يوم صحت لاني باقي عندها قالت انت ما رحت للعيال، يقول انا داري ان الدكتور قال لي تراها بتموت اليومين ذي مره حالتها، خلك عندها لين تشيل جنازتها ولا حاول. ايه طبعا الكلام ذا قديم اول ما جت المستشفيات تطورت. يقول ماتت، يقول يوم ماتت صلى عليها ودفنها هني وراح لعياله. يقول من دقوا الباب وبدير شاف انه ابوه انحاش. ليه انحاش؟ الحلال كان 50 مدري 60 وبدير ما يعرف يشتغل في الحلال. يوم راح ابوه عنه قام ما يعرف يعيش حال ومات. يقول راح نص الحلال ما باقي الا 10 مدري، مات الحلال كله. يقوم سلم على البنت قال وين بدير؟ قالت يا ابوي بدير انحاش يوم شافك جيت. قال افا انحاش مني؟ قالت يا ابوي الحلال يوم انك رحت عدده كذا وعال مع هزري يقوم فيه ورعن ودن وذل منك انك تطقه ولا تهاوشه. وين امي؟ قال امك جايه. شين السؤال هذا شنو؟ ويكتب قصيده قال يا بدير حوش الفرق خله يولي فرق لعل الذيب يذهب ذهيبه. الفرق الحلال فرق لعل الذيب يذهب ذهيبه يعني جالي اكل الذيب. يا بدير حوش الفرق خله يولي فرق لعل الذيب يذهب ذهيبه، ما انتهى براع الا الحلال المتلي رعي عني للمقابر سريبه. المهم عاد قصيده يقول ما قد ما ادري شو زعلتني ليت بتغلي ولا هي تود العلم ولا تجيبه. قصيده يا ولد تبكي. المهم راحت الايام حزن عليها حزن واجد، كبر ولده وجال ولده بنت وسماها ساره على امه. هو عمره ترى عمر ها. يقوم جاء مره في رمضان نفطر قالوا يا ساره، يقول انا زيد كبرت. يقوم قال يا ساره وانا لد. يقول ما جاء في بالي الا انها مرتي. يقول ما ادري ليه كان ذاك اليوم ذهني سارح. يقول عقب سنين يقوم قالوا ساره، يقول لين كني عاين فيها قدام. يقول انا لد. يقول لا ما قلب الله عليكم لا تنادون ساره. الله عليكم لا تنادون ساره. بالله عليكم لا تنادون ساره اسم من محبه مير ما ودي يوحي. بالله عليكم لا تنادون ساره اسم من محبه مير ما ودي يوحي. اسم من على اسم وفي ربح وخساره والاسم ما يركب على غير رأي. اي بالله. ايه سلامتك ضرها محبه العرب لبعضها يا اخوك والرجال لمرته والمراه للرجاله وهذا خير البر. اي والله هالبري والله اي والله الله يجمعهم ويصلحهم كل المتزوجين يسلمون. يقول شوف الزواج والله زين انا ان شاء الله قريب ترى ابقى لي حول 10 شهور 10 ايام 10 سنين قريب ابشر والله ان شاء الله العزمه العظماء كلهم 10 سنين ان شاء الله ان ولدي عمره 10 سنين جايك انا خضير تعرف قريب علم سلم نوريك والله لا يسر الله الله يوفقك يا ابو عبد الله انت تستاهل وشايب شايب شفت اربع اكبر مني وانت جاي بالشركه في ذمتك لا ما في حد من ما في الا ابوريك يا ثاني واحد من فوق طيب خلي اللي طلع وكبر اخر واحد يسار تحت في ذمتك صغير اخر يقوله لا ما عليك من هوري وثالث واحد من يمين تحت دورع لا 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 مو بتبير هلا لا سنيني والله نعم سنيني يا تقول اسلم يوم تقول الحياه وال يا اخي انا ما اشوف انا ما يدبت سبدي اعلمك الصراحه غير اللي تزوج جديد هذا اخوياك زين يا خصتك والله بتكلم انا شين بخاطري اسلم لو جاك الواحد يولد عرس قال ها الله الحياه الفله وش طيب وش اختلفت في حياتك؟ قال تقوم من النوم ايوه قال ملابسك متعطره طيب وش الله اكبر انت تقوم قبلها متعطره ملابسك تغسل نفسك وش المهم عاد يا ولد انت شف خليك حولي انتبه لي اي انا لا جاي شيء بصقعك و حياه تقوم تلقى العيشه قدامك وتقوم غداك جاهز طيب وصادق وتقوم الله اكبر انا الله اكبر يكسر. نقوم عادك قص بلا خريط ولا كلام فاضي ارحب يا مشعل ارحب مليون نجس
بلا خريط بلا كلام فاضي، اقوم من النوم والقام ما لقيت عيشه، رحت للمطعم اصبري بالحلال آه. رحت للمطعم اخذت لي عيشه واكلت، اقوم من النوم وادق على الطياب واستانس وفله يا ولد، واروح ما اخلي ديري الا اجيها، بلا زواج بلا خرابيط. كيف بلا زواج؟ معليش يا ابوي تدري وش؟ بعدين تجيني دينك. اسمع اسمع الزواج والله فله، اذا جت الساعه 12 شفت متزوجين خوياك، اذا جت الساعه 12 يجيني اتصالات، هي ما تبلعه، هي ما تبلعه، بس هو حاط في بالها انها هي حاطه محور الكون، هو مو محور الكون. استغفر الله ما تعرف. لا اسال عن النبي. بلا خليني اطلع في خاطري. طيب بقول لك شيء، بقول لك شيء قبل تطلع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا اكمال نص دين. مسعود بن شيفود يقول صلاتك وعبادتك وصيامك اللي تسوي هذا كله نص الزواج، النص الثاني كله يا سلام يجي لك عيال. لو انا ما قلت تعف حلال. نفسك وتعف بنت الناس. لو انا ما قلت شيء. طيب انت تقول يا قبل حلال انا يضغطني يا اخوي الزواج، انا يا اخي كل واحد قصدك خله متحمس بالعكس. لا 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 يجيني يسوي طقطق على راسي، لا يجيني لا الا قول لا يتزوج علشان ملابسه، يتزوج عشان ايه يا اخي لا تزوج عشان ملابس يا ولد واكمل نص لا يتزوج عشان نظافه. انا عارف ناس معي كانوا وسخ تنظف، هذا ما اختلف عليه. طيب كويس. انا عارف ناس تغيرت اشكالهم كويس، اسلوبهم تغير كويس. طيب في ناس نفس ما هو ما راح ديره، المشكله المصيبه البنيه المصيبه. صدق 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 لا تجيني تعطيني وضعيه محور الكون. محور الكون كي انت مشكلتك محور الكون هو اللي يتزوج يعني لا تسوي يعني. نفسك ان الحرمه خايف عليك ما تبلعك، وانا اعرفك اعرف ناس من العيال يا اخوي انا مبلعك انا مبلعك خلاص الله اسمع انت توصل رسالة بروحي. دقيقة دقيقة يا معصب انا معصب. الله يا اخي الله وفق بينهم يا اخي. يا اخي ايش ذا الكلام يا اخي؟ هل سؤال هل تؤمن بان المحبة في القلب؟ لا والله والله يستاهلون. انا اسالك اخي بس يا اخي جاوب. طيب جاوب اي بعدين يجيني شوف شوف لا لا خلي يجيني انا اسالك لا اعطيك بالمركب ويجيك وجهه تقول قنبل زين تقول قرد حلو يقول والله تغار علي يا رجال الله يرحم والدينك انت. طيب لا لا شوف شوف احمد انا ما ودي انك تنزل للنقاش هذا. امزح امزح صدق والله انا قلت انا طقطق على العيال ترى طقطق على هو انا عارف يستقصد الناس ما يجيني. اي انت قد مسالك انك ورب البيت اتمنى انها وصلت والله ورب البيت اني لا شفت الانسان سعيد بعد زواجه اني اسعد. يا طيب انت كل ابونا طيب. لا صدق ليه؟ سلطان تراني انا اسعد اكثر منك. ليه تحارب اخوياك؟ حاربهم يا اخي كذا حاربهم كذا دوري الجيزة والله تنشف ابدا الجيزة. اسمعني اسمعني والله لا والله على هدايا واجد تجيني. ايش دخل هدايا؟ الجيزة وش؟ الجيزة يعني الجواز صح؟ اسمها جيزة عندها الاردن الجواز الزواج الزواج انا ان شاء الله قريب. يعني كم السن اللي انت تشوف نفسك؟ احنا والله عندنا يا الشيبين ايه ونعم ما عليك سوت نعرس من 30 وفوق. اوف بعيد يا ولد والله بعيد والله اكثر شيء بنعرف من 30 يعني انت بعد 30 مو مرات يوصلون 40 والله وش عاد اسوي يجيني ولدي عندهم اشغال يا اخوي اشغال الدنيا ولد يا ولد انتم مهبل انتم اشغال الدنيا ولد رجل عنده مبالغ لا غلط واللي طال عمرك عنده زواج يعجل فيه بزنس ويشتغلون رجل. طيب يا ولد خليك لا جاء عمرك 40 لو ولدك عمره 20 اي عز الله ابوي يقول يعدي معك بس والله ظروف الدبل ويشري والله ابوي يقول ظروف الحياه صعبه تدري ليه؟ احنا اللي صعبنا الزواج ولا الزواج ما هو صح؟ عز الله انت اللي تبغى تجيب قصر وتبغى تدفع مهر وتجيب شعار طيب اتكلم ومنشدين وتدفع مدري وش تكاليف تكلف 200 الف ليه؟ طيب اتكلم جد ولا اخوه؟ لا جد والله وش احمد ليش ما تعرس؟ ليش احمد ما تعرس؟ ما قلت احمد ليش ما تعرس؟ انا اكره ما اكره السؤال عندي اني اجي عند واحد اقول انت ليه ما تزوجت ولا ليه؟ بعلمك عنده ظروف بعلمك ليش؟ بعلمك ليش؟ بعلم اجلس يد وحده واشغل ترى الله يشغلك الحلوه اوه خلاص انك بهات انا ايش دخلني شوف الرجال حرام ولد حرام ضرب دم لا كل وجهك اقسى كل وجهك بالله لا اجلدك ترى ترى الاخلاق زفت حرام عاني على حرام مشعل نبي شغل مسلسلات بدويه اطعنه ايش دخل يا الهافي تضربني تضربني بقفاي يا الهافي والله عندي مسلسل بدوي اول بطل اخر اسمع
والله ما قلت الا وجهك. هذه نصيحه حنسه والله العظيم، والله والله ثم والله اني اتكلم بجد، نصيحه للرجال المتزوج. ليه ليه يا ابو رحيم؟ انا بعد خلنا نسمع. اسلم اسلم لاخوك، لا تزوج الا وانت ماسس نفسك. صح، هذه صح. ماسس نفسك من ناحيه اول شيء الماده. نعم، الفلوس. حلو، ركز معي يا سلطان. تجيك برزقها سلطان. اسمعني ترى ما يجوز انك تشيل هم رزقها. سلطان اسمعني، جاي رزق عند الله. سلطان اسمعني اسمعني اسمعك. ماسس نفسك في البيت، ماسس نفسك وانا اخوك، لمستقبلك، لمستقبل عيالك. سلطان جد تكلم مو بلا. وانا جد انا بتقول لي الحين اعرس رزقها معها، ما قلنا شيء ولا اخوك. يا اخوك ما قلنا شيء، بس تخيل ان فيه طلبات للبيت وكهرب ومي وذي ومي عندك الو. وانت اخذنا البيت. اقول لك شيء طيب، وانت اخذنا البيت من اهلها شلون؟ انا اقول لك شيء، لا 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 لا, لا لا صادق، لازم الواحد يكون مقتدر. مقتدر لان عليه عليه امور تتطلب او يتطلبها البيت وتتطلبها الزوجه. لكن في شيء بقوله مهم. يويل يويل الانسان اللي يسن سنه سيئه من الله. مثل اللي يجي قبل الزواج ويخدع شيء بمبلغ وقدره مثلا ويسنه. الشيء ذا لازم يصير بعد العوائل وذي عليه. فهمتوني ولا ما فهمتوني؟ شلون؟ لا ما فهمتوني. يعني عطنا مثلا الحين في مثلا المهر ذا الحين طيب. ما بلغ وقدره صح؟ حلو. في ناس مثلا تسن سنه ان المهر بلغ وقدره فيه هدايا بقيمه مثلا 30,000. ما في مشكله، هدايا تقبل. تصير الناس تتبع هذا الشيء قصدك؟ لا، مثلا اليوم السنه انه مثلا في مهر وفي هدايا. طيب. تقدم لها العروسة مثلا. زين حلو. زي جهازها، الشنطة، الاسمها اللي تسمى. زين. مبلغ اللي تبع هدايا لها الهالة. بعضهم لا، يسن سنة ثانية. وشي؟ اليوم مثلا الهدايا اللي تكلف 10 يجيب هدايا بقيمة 80,000 ولا يجيب له شيء معين. مكتب. يصير اللي وراه يسوي. يجي إيه يسن على سنة غيره. إيه. من وراها. والله معلم. إيه مثل العطوات والسوالف. والله معلم. ولاني جاي مثله وأنا أخوك. أبى أمشي على مقدريتي. بس كلامه منطق أبو عبد الله أحمد أنا. صراحة عن الشيء اللي القدرة فيه صح ولا لا؟ أنا ما أقدر آخذ شوف الرزق يجي يعني من تزوج مثل يقول رزق الولد يجي معاه ومن السوالف هذه. أنا هذه أنا أشوفها صراحة، أنا أشوفها قبل يعني على أيام الأولين صحيح. لكن الحين لازم يقتدر الواحد. والله لازم يقتدر. والله صعبة الحين. تبى الصدق؟ صعبة. تبى الصدق؟ لازم الواحد صدق ما يقدم على الزواج اللي هو مقتدر. اي والله انا اقول لك رزق يعني من باب تفاؤل تتعب بنت الناس معك، لكن انت وراك حقوق لازم توفيها لا للبيت وللمرأة، هذه شريكة حياتك. يعني انا اقول الشيء هذا بكره ما عندي مقاضي للبيت ولا كذا، وبنت الحلال خذيتها ومن اهلها هي معززة مكرمة في بيتها. لا نعم، فهذا الشيء هاي نوه. انا والله اني عطنا قصيدة. هاي نوه بيتات. وش تقول يا نوه؟ انا والله يا الربع شو اسمه، انا مؤيد لكلامكم فعليا. انا ماني جايب بنت الناس، معززه ومكرمه من بيتها، واجي في بيتي وماكلن حقها ولا قلل من عيشها. معيشها في ضيق، ابوها معيشها في عز وكرامه، ولازم اني اعيشها في عز وكرامه بعد. لازم اني ماسس نفسي ومكون ذاتي، ما تجي لك شيء جاهز ولا هو لازم. لكن الواحد مو بلازم انه نفسية وتعامل. نعم نعم، ما هو بكل شيء الفلوس، بس يا اخوان احنا ما نختلف حقه يحفظ حتى بالكلمة وبالتعامل. فيه اللي يقول انا لازم اسس لنفسي، ما اقدر اتزوج وما اقدر ويش، وهو والله جالس ما سعى في رزقه، يقول رزقي بيجيني وبالتالي اسس نفسي. لا يا غالي، لا لا كان اكتب العب الاستعفاف. ومن يستعفف يغنيه الله. زين، يغني بالمال وبكل شيء وبالبنون وكل شيء. انت لازم تسعى من البداية يا اخوي، احاول انك تاسس نفسك، احاول انك تضبط نفسك من البدايه. مو كلام كلام انا راح اسس نفسي، راح لا تقول بكره باسس نفسي، اسس نفسك من الحين. هل انت ليش اسس نفسك من الحين؟ من الحين. انت متاخر. طيب ليه يعني من الحين تاخرت؟ من اللي تاخر؟ ليه تاخرت؟ تاخرت انت الحين. انا تكلمت بالشيء هذا. زين، دامك تاخرت وايقنتك تاخرت. انا ما اتكلم، اسمعني، انا تكلمت قلت الواحد ياسس نفسه صح؟ اي وقلتها ان شاء الله انا محتميها، لاني من شكر ربي من يوم مني من وانا ماشي على دربي، ولا الحين وانا ما وصلت لك انا باص. حلو، كان اتكلم في غيري، انا اتكلم عن غيري. عرفت كيف انت فهمت شيء؟ اي فاهم. اي اللي في غيرك يسعى بعد يسعى. قهرني، احس اني اقصدني.
لا والله لا 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 كلام نواف ترى شوف ترى صح صادق نواف صادق انك ايش الواحد أبذل. الواحد انه يروح ويحاول ويحاول يحصل لهم بعض الامور اللي توقفه وبعض الرجال اعرفهم انت تقول على طريق بعض الرجال والله اني اعرف انها اعرس بدون راتب والله اني اعرف مثله واعرس بدون راتب سبحان الله توفق ساعه بس هذا الاساس ساعه اي والله ايه اي والله إيه بس تبي الصراحه بس انه ما رجال والله اني اعرف والله اني اعرف واحد اني يقول والله اني خاطب وملك واني ما اعطيتها مهرها واني ما املك مهرها يقول سبحان الله تيسرت الامور جاني المهر وجاني العانيه وجاتني الامور واجد. بس انا وش الشيء اللي بروسه الشيء اللي يوجعك وانا اخوك لما انك بغيت وراحت يا ويلي يا كبر راسه هزره يا كبر راسه مجنم والله مجنم الحرب وشو يا احمد احمد الحرب لا يا عيال خلاص الله يرحم والديكم الله يقلع علي فضلك لك يا شيخ هذا كاتب حرف صدق يا ولد هو الكتاب وراسه مربع هذا وش الظاهر انه صح راح يطلع قلبه خبر خلنا اشو اني احب بلبل الحمد لله يا طيب وش سالفه الحرب بالله عليك وش سالفه الحرب وش ثلاثة حرف يعني؟ لقاه كاتب حرف في يده وقال اسمع اسمع احمد لقى ضاحي سمعت القصة يا ريدي ابعد لكم قصة يا لا لا تقول القصة لا لا قصة قصة ترى لو تقول القصة المسلسلات فكل من قصص المسلسلات لا لا قصة يا ريدي قليلة ذاك الزمان واحد يحب يا سلام يحب يا ريدي رجال يحب يا سلام حلو زمان زمان يا ريدي اسمه بويحي الله محظوظ لا سركبت واحد يا ولد سمون ما يا اخي ضايح 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 يا رجيل ورجالي هوا حب عفيف طاهر خلطيه من الحرام شيء سلام والرجال هاو يقولك من قوه ما هو يحب ما ياكل يقول وزنه الظاهر 40 لا وينه ايوه يا رجيل اسمعوني ايش سوي راك اسمعوني يقول من قوه ما هو تأزمت نفسيته اللي راح مره الاولى ما الله كتب اي زين ولد يا ولد يا ولد الله يرحم ابوك ادري بس انا بسمع الضويه لا 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 قطع احمد غير السالفه يا ولد انا ما ست سالفتك يا ولد يا ولد ادري اللي سال الحاله الحين والله ينكب وجهك يا طيب يقول اعطى خلاص جيب طاري الله يرحمه والله خلاص ما عاد والله ما عاد ما عاد عده والله والله ما عاد عده انت غبي بس الحين مسوي فيلم يعني انت وجهك اسمع اسمعني وجهك مربع اسمع 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 ذي رجلي ما بالمركه ايش رايك نسوي فيلم على القصه هذه ايه مسرحيه تكفى يا لا ما نفضح قل قم اي هذاكم اصير في قصه قم ضاحي قم ضاحي يلا قم يا ضاحي المشكله اني ثقبه اجلس يا ثقبه وانا جالس بجي اجلس انت سلطان قم اجلس قم اجلس شلون قم اجلس قم اجلس اي قم ما يسلم مش على تالي هنا يلا راح والله سلطان قم يا مشعل لبيه اجلس